الشبه الثالثة لمخبر الاتصالات الرقمية، مرسل ومستقبل إشارات تعديل المطال النبضي والمجمع زمنيا Multiplexed PRM Transmitted Receiver. أهداف التجربة: أولا التآلف مع محتويات وإشارات لوحة تجارب DL2540، دراسة تجريبية لإشارة تزامن الإرسال، دراسة تجريبية لعملية تجميع وفك التجميع، دراسة تجريبية لإشارة تزامن الاستقبال واستعادة الإشارة الأصلية، وأخيرا محاكاة فيزيائية لخط النقل. مفهوم التجميع بتقسيم الزمان TDM Time Division Multiplexed. يقصد بهذه التقنية إرسال عدة إشارات عبر قناة نقل واحدة، بحيث يخصص حيز زمني مستقل لكل إشارة من إشارات المعلومات. يتم أخذ العينات من إشارات المعلومات وفق تتابع زمني معين. الشكل اللي شايفينه ببين لي مخطط توضيحي للTDM، بحيث يظهر لدي في قسم الإرسال مجموعة من مرشحات لوباس فلتر، مرشح لكل إشارة معلومات وظيفته تحديد عرض مجال إشارة المعلومات، بالإضافة لمفتاح دوار أو مفتاح ناخب مهمته أخذ عينة من كل إشارة من إشارات المعلومات وفق تتابع معين. يليها خط نقل. قسم الاستقبال الجزء الرئيسي منه هو عبارة عن مفتاح دوار، أيضا بقسم الاستقبال يدعى مفتاح مفكك أو موزع مهمته توزيع الرسائل على مرشحات لوباس فلتر مهمتها إعادة تشكيل الرسالة. شكل الإشارة الزمنية PRM بخرج المفتاح المجمع. خرج المفتاح المجمع هو عبارة عن إشارة شبيهة بإشارة Pulse Amplitude Modulation، حيث تتألف من عينات متشابكة زمنيا لإشارة الرسائل. يتوقف المفتاح على كل إشارة معلومات مدة زمنية معينة مقدارها T، مع المحافظة على فترات أمان بين كل عينة وأخرى لمنع تداخل العينات. لتحقيق التزامن في تقنية TDM يجب علينا أن نترك نبضة تدعى بنبضة واسمة أو نبضة علام ماركر مهمتها تحديد بداية كل إطار، لأن التزامن في هذه التقنية بين المرسل والمستقبل أمر هام جدا جدا للاستعادة الصحيحة لإشارة المعلومات. المفتاح الدوار سواء في قسم الإرسال أو في قسم الاستقبال يتم تحقيقه عمليا عن طريق مفاتيح إلكترونية يتم التحكم بها عن طريق دائرات منطقية كما هو موضح بالشكل. تجربة مرسل ومستقبل إشارات تعديل مطال النبضة والمجمع زمنيا TDM. الهدف الرئيسي من هذه التجربة إرسال عدة إشارات معلومات على خط نقل واحد ومن ثم استعادتها في قسم الاستقبال. مكونات اللوحة: تنقسم اللوحة لأربع أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو مولد لإشارات معلومات، الجزء الثاني هي مرحلة الإرسال، مرحلة الاستقبال، بالإضافة لمرحلة إضافة ضجيج على إشارة المعلومات ومحاكاة خط النقل. المكونات الأساسية للوحة DL2540: أربع مولدات إشارات جيبية تمثل إشارات المعلومات قابلة لتغيير المطال وبترددات مختلفة. المرحلة الثانية هي مرحلة موائمات، الهدف من الموائم هو تهيئة إشارة المعلومات لمرحلة الإرسال. المفتاح الدوار أو المجمع اللي مهمته أخذ عينات من إشارة المعلومات يتم تحقيقه عمليا من خلال سويتشات إلكترونية أو مفاتيح إلكترونية يتحكم بها عن طريق عداد حلقي. العداد الحلقي دخله من مولد نبضات ساعة له وضعيتين FCK1 وFCK2، المطلوب قياس تردد كل منهما باستخدام مقياس الترددات، ومن ثم التأكد من تحقق شرط شانون لكلا الحالتين، وله خمس مخارج. المخرج الصفري وهو عبارة عن نبضة، أفرجيكم إياها على شاشة الرسم، نبضة لمدة زمنية معينة لتكون تي، ومن ثم فراغ، ثم تكرر نفسها بعد فترة زمنية أخرى. خلال هذه النبضة يغلق السويتش رقم صفر. هذا السويتش رقم صفر لا يأخذ أي عينة من إشارات المعلومات، فقط مهمته تحديد بداية الإطار. إذن المخرج الصفري لا يحوي أي عينات وهو حيز زمني فارغ لا يحوي أي معلومة، مهمته فقط تحديد بداية الإطار. إذا منشوف Channel 1 يعني المخرج رقم 1 للعداد الحلقي على شاشة الرسم، راح أظهرها على Channel 2.
رح لاحظ، هاي شايفينها تحت، رح لاحظ انه كمان هو عبارة عن نبضة مدتها تي ولكن مؤخرة عن نبضة عن مخرج الصفري. مهمة هاي النبضة اغلاق السويتش رقم واحد على الشانل 1، القناة الأولى، إغلاق السويتش على القناة الأولى، وبالتالي أخذ عينة من مولد الإشارة الجيبية جي 1 لمدة زمنية. مدة إغلاق هذا السويتش هي مدة النبضة تي. إذا بشوف مخرج الشانل 2 كمان رح لاحظ أنه هو عبارة عن نبضة كمان مدتها تي مؤخرة بمقدار 2 تي عن المخرج رقم 0. كمان عند ورود هاي النبضة رح يغلق عندي الشانل 2 وآخذ عينة من مولد إشارة المعلومات جي 2. وبالتالي نلاحظ أنه فقط لدينا سويتش واحد بحالة إغلاق يأخذ عينة من الإشارة المقابلة له، وباقي السويتشات بحالة مفتوحة أو بحالة أوف. المرحلة اللاحقة هي مرحلة تجميع العينات المأخوذة من إشارات المعلومات مع نبضة العلام واللي هي الحي الزمني الفارق مع نبضات التزامن على خط نقل واحد. إذا جينا نشوف شكل الإطار بهي الحالة رح نلاحظ أنه هو عبارة عن حيزات زمنية، حي الزمني فارغ يقابل نبضة العلام اللي هي المخرج الصفري، وباقي وفي عندي أربع حيزات زمنية أخرى، بكل حيز زمني لازم يتوضع عندي إشارة من إشارات المعلومات. الآن نقوم بوصل قسم الإرسال TX مع قسم الاستقبال RX عن طريق سلك. بهي الحالة نحن عم نكون عم نحاكي خط نقل مثالي بدون ضجيج. قسم الاستقبال، أهم شيء بقسم الاستقبال تحقيق المزامنة بين المفتاح الدوار أو يسمى مفتاح المفكك الموجود بقسم الاستقبال مع المفتاح المجمع الموجود بقسم الإرسال. يتم تحقيق التزامن من خلال خطوتين. المرحلة الأولى هي استعادة نبضات الساعة اللي تم إرسالها من قسم الإرسال وجمع مع عينات إشارة المعلومات بهي المرحلة. إذا استعادة نبضات الساعة لمزامنة مفتاح الدوار بقسم الاستقبال والإرسال، كشف نبضة العلام لتحديد بداية الإطار ليبدأ العداد الحلقي من البداية بإغلاق القناة الأولى ثم القناة الثانية والثالثة والرابعة بشكل متزامن مع قسم الاستقبال، ثم نقوم بتخميد نبضات التزامن. بعد أن تم استعادة نبضات التزامن نقوم بتخميدها، ومن ثم نقوم بتوزيع العينات بشكل متزامن على القنوات، القناة الأولى، القناة الثانية، القناة الثالثة، القناة الرابعة، بشكل متزامن مع قسم الإرسال. ثم تمر الإشارة التي تم استعادتها على مرشح وموائم لإعادة تشكيل الإشارة. بأي الحالة بنحط القناة الأولى للراسم على الخرج والقناة الثانية على الدخل ونتأكد من استعادة الإشارة بشكل صحيح. الجزء الأخير من التجربة هو محاكاة لخط نقل مع ضجيج. من قسم الإرسال TX نقوم بإدخال الإشارة عن طريق سلك للإنبوت لمحاكي خط النقل. الجزء الأول من محاكي خط النقل وهو عبارة عن دارة مخمد لتخميد إشارة المعلومات، وسوف ندرس أثر التخميد على استعادة إشارة المعلومات بقسم الاستقبال. بالإضافة لمولد ضجيج أبيض يمكن التحكم بمطال إشارة المعلومات بمطال الضجيج عن طريق هذا المفتاح. ثم من المخرج Output لدارة محاكي خط النقل إلى الـ RX لأول جزء من قسم الاستقبال. مطلوب بهذه المرحلة دراسة أثر تغير مطال الضجيج ومقدار التخميد على استعادة إشارة المعلومات بقسم الاستقبال.